اختار فريق ذا باند برج القاهرة لإحياء حفل الربيع وسط جمهوره وحضور عدد من الشخصيات العامة؟ كنا مع فريق ذا باند في برج القاهرة وعرفنا آخر أخبارهم. احنا الحمد لله كل سنة بيبقى في ناس بتطلبنا، مرة عملناها في نادي الرماية، ومرة عملناها في دور من دور القوات المسلحة، والمرة دي اهو في برج القاهرة. آخر يوم في أجازتي دراسة ردرتي بكرة أول يوم أرجع في دراستي. وعن سر اختيار اسم ذا باند للفريق، كل واحد فينا بيعبر عن الفرقة، ما حدش فينا مختلف عن التاني، فعشان كده سميناها إحنا باند، يعني ذا باند يعني احنا باند. الممول ورا فريق ذا باند كان مفاجأة. احنا بننتج لنفسنا كل حاجة وبندعم نفسنا، احنا عشان احنا حابين الموهبة بتاعتنا وحابين ان احنا نبين شغلنا للناس، فبنجتهد باجتهادات ذاتية وبنحاول ان احنا نوصل لأكبر عدد من الناس لحد ما ان شاء الله في المستقبل يكون في معانا برودكشن ان شاء الله، ربنا يسهل يعني. كل الناس بلا اختلاف ذا باند بدأت عام 2014 وكانت بدايتهم في ساقية الصاوي. هو قديم يعني، بس انضمامي ليه من سنتين، في أغنية اسمها سيبها لله. الفرقة مكونة من 12 عضو بالإضافة إلى الغناء يقومون بالتأليف والتلحين. فينا صنفي ما يختشيش، يكون النعام وينما عريش، صنفي يبيع وما يشتريش، وإحنا صنفي يدوب يعيش على أكل العيش الحاف.